بتبصيلي كده ليه؟ لا انا ما اقصدش ابصلك. لا اصلك وقفتي وسكتي مره واحده، بتشبهي عليا؟ لا ما افتكرش كل شفتيه قبل كده، سنه جديد ده اول يوم بالنسبه لي انا حقيقي. هو حضرتك اللي اتعينت جديد؟ لا مش تعيين. انا كده ما صدقتهمش، الحمد لله اني لقيتك. اعمل معروف ارجوك، ابدا بيا انا الاول. ليه؟ هو انتوا عددكم هنا كبير ولا ايه؟ ايوه احنا عددنا كبير، بس المفروض انا اللي جاهزه دلوقتي. لا كده عيني عينك. اسمعني بس اسمعني، انا حاله مستعجله. لا 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 يا ماما لا، انا في الحاجات دي احب الروقان. اسمي ثانيه امام عبد المتجل. والله ما بتفرق معانا الاسماء. قالوا لي ممكن اعمل عمليه ترقيه للقرنيه وارجع اشوف تاني. انا اسف. تاسف.